هنحرق دي بطاطس مسلوقة، نهرسها بشوية من المية بتاعتها علشان تبقى جوسي وما نحتاجش ان احنا نرجع عليها نرجع تاني نضيف مية او زيوت كتير وكده. انا بهرسها بشوية من مية السلق بتاعتها، يعني لو فيها مية كتير بفضي المية الزيادة وبسيب شوية صغيرين اهرس بيهم الميش بوتيتو. زي ما انتوا شايفين شوفوا حلوة جدا طرية، ما تحتاجش بقى معايا زبدة ولا زيوت كتير، ويبقى طعمها حلو وجوسي كده ومش ناشفة. خلاص انا دلوقتي هحط عليها زبدة او زيت زيتون حسب الرغبة، شوفوا انتوا حابين ايه احسن. فانا هضيف يا زيت زيتون يا زبدة. حطينا زيت زيتون، هنحط كمان كمون، وهحط كمان من الثوم الباودر. خلاص احنا مش محتاجينها. حط معلقة من الملح، نقدمها بقى في طبق التقديم، وبرده بالزبدة بتكون حلوة جدا. ايه عايزة هنحط رشة من زيت الزيتون تاني كده على الوش يبقى شكله حلو. وهحط رشة من الكمون حاجة كده بسيطة، بتقدمها كده حلوة جدا. نيجي بقى للباذنجان، هنحطه على العين كده ونسيبه يتشوى. بنقلبها كده كل شوية، على كل جنب شوية لحد ما تستوي كلها. لما القشرة دي تدبل خالص اعرف ان هي استوت. بصوا ده شكلها لما بتستوي، بتبتدي كده بقى تدبل قوي وتفتح معانا، اعرف خلاص ان هي استوت. باخدها اقشرها، بشيل ده كله بسكينة او بشوكة، ونشوف نكمل الطريقة مع بعض. ده البتنجان بعد ما شويناه، بنبتدي بقى نشيل القشرة دي بالراحة خالص. بكل سهولة بصوا بتشيل، نسيبها تهدى ثواني كده. حاولوا يعني تنظفوها كويس من الحاجات السمرة دي، لان الحاجات اللي بتبقى متفحمة دي بتبقى مش كويسة خالص للصحة، يعني it's harmful. خلينا ده نشيله في الاخر. ساعات بشطفها، يعني ساعات لو لقيت ان هي كتير ومش عارفة اشيله بايدي بشطفها كده بشوية مية معدنية، وبرده براحتكم جدا. خلاص هنزل بقى عليها بليمون بسرعه عشان ما تسودش.
طبعا بننزل بالليمون او بخل تفاح، خل التفاح برضو حلو جدا. وهننزل كمان عليهم بفصين من الثوم. انا دايما بستخدم توابل امتنان، يعني حاولوا تستخدموا توابل نظيفة، توابل معلبة في العلب بتاعتها، علشان بيكون صعب جدا التوابل اللي هي عريانة دي زي ما بيقولوا. انا مش بحبها الحقيقة، انا بحب احط بابريكا يعني ربع معلقة صغيرة كده، وبحب برضو الثوم الباودر بتاع امتنان لانه مختلف عن الثوم العادي الباودر العادية. مش بحب الباودر بصراحة العادية، مش بتعجبني، ده بحس ان هو ثوم فريش. والكمون، يبقى حاجتين مش هنستغنى عنهم في السلطات دي، الكمون والثوم، سواء البطاطس او البتنجان الباذنجان، حاجتين مش هنستغنى عنهم هما الثوم والكمون. وهننزل عليهم بشوية زيت زيتون. بجد يعني الريحة دلوقتي من غير مقلب ولا اي حاجة ريحة خطيرة. وطبعا طحينة، في ناس مش بتحب الطحينة، فاللي مش بيحبها مش هيضيفها. انا هضيف بس صويني الطحينة. انا دايما بستخدم توابل امتنان، يعني حاولوا تستخدموا توابل نظيفة، توابل معلبة في العلب بتاعتها، علشان بيكون صعب جدا التوابل اللي هي عريانة دي زي ما بيقولوا. انا مش بحبها الحقيقة، انا بحب احط بابريكا يعني ربع معلقة صغيرة كده، وبحب برضو الثوم الباودر بتاع امتنان لانه مختلف عن الثوم العادي الباودر العادية. مش بحب الباودر بصراحة العادية، مش بتعجبني، ده بحس ان هو ثوم فريش. والكمون، يبقى حاجتين مش هنستغنى عنهم في السلطات دي، الكمون والثوم، سواء البطاطس او البتنجان الباذنجان، حاجتين مش هنستغنى عنهم هما الثوم والكمون. وهننزل عليهم بشوية زيت زيتون. بجد يعني الريحة دلوقتي من غير مقلب ولا اي حاجة ريحة خطيرة. وطبعا طحينة، في ناس مش بتحب الطحينة، فاللي مش بيحبها مش هيضيفها. انا هضيف بس ثواني الطحينة، هحط الطحينة، انا بحب الطحينة جدا. على فكرة الطحينة من الحاجات اللي فيها كالسيوم عالي جدا، اكتر من الحليب كمان، يعني الدراسات اثبتت ان الكالسيوم اللي في السمسم اضعاف اضعاف. طبعا هنشيل اي حاجة سمرة كده. فظيع فظيع بجد، بابا غنوج او المتبل زي ما بيقولوا في البلاد العربية، حلو جدا، الريحة رهيبة جدا يا جماعة. طبعا ما ننساش الملح. الطعم رهيب بجد، حاجة كده وهمية. حطيت بس نقطة كده من زيت الزيتون على الوش عشان تدي شكل حلو. خطير خطير البابا غنوج او المتبل، طعمه تحفة تحفة تحفة. كده عملنا مع بعض الماش بوتيتو او البطاطس المهروسة، وعملنا كمان البابا غنوج. هنعمل كمان سلطات، استنونا في مزيد من الفيديوهات هنزل لكم بقية السلطات بتاعة المطاعم، طعمها حلو جدا واحلى كمان من بتاعة برة. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للتشانل وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.